الفنانة رنا الشافعي منزلة ستوري على الانستجرام بالشكل ده، وبتقول ان عينيها مرة بتوجعها جدا وشكلها راح تسوي عملية اليوم. بنقول للفنانة الجميلة ألف سلامة عليها، وان شاء الله أجر وعافية. تعالوا النهاردة نتعرف بشكل أوسع على الفنانة رنا الشافعي. عروس الميراث، إعلامية مصرية قدمت برامج ومثلت في الفترة الأخيرة. الفيديو النهاردة هنتعرف على فنانة والمقدمة الإعلامية رنا الشافعي. في البداية، رنا الشافعي من مواليد 1 مارس عام 1990، اتولدت في جمهورية مصر العربية، عندها 32 سنة وجنسيتها مصرية بس مقيمة في المملكة العربية السعودية. لها كتير من الأعمال بخلاف مجالها الإعلامي، كانت بتقدم من خلاله عدة برامج متنوعة، وكمان عملت في العديد من الأعمال الفنية، وكان ليها بعض المسلسلات. بتعمل في مجال تقديم البرامج التلفزيونية، وهي شابة متعلمة حاصلة على شهادة في اختصاص الصحافة والإعلام من جامعة القاهرة، كمان بتملك دبلوم في فن الإتيكيت. اشتغلت في تلفزيون الإخبارية السعودية كمقدمة للبرامج الإخبارية. من ضمن البرامج اللي قدمتها برنامج الوطن، برنامج المنتصف، برنامج طبيعة المشاهد، وبرنامج الشهير سيدتي. من المعروف ان كتير من الإشاعات اتنقلت عن رنا لأنها تركت تقديم البرامج وتعلقت بموهبة التمثيل، لكنها قالت ان هي مش هتسيب تقديم البرامج ولا حاجة، لكن قررت ان هي تخوض تجربة التمثيل. احبت التمثيل بعد خوضها التجربة دي، وقامت رنا بتصوير الكثير من المسلسلات الدرامية في فترة عملها لقناة روتانا خليجية، من مسلسل سوق البنات وكمان مسلسل عناقيد، وكان ليها دور مميز جدا، وطبعا الكل مش ناسيه في دور شحت في مسلسل الميراث اللي تم تقديمه عام 2020، ولسه لحد دلوقتي بيتم عرضه. رنا الشافعي طلعت مع طارق الحربي في برنامجه الشهير طارق شو، واتكلمت فيه، وكانت بتقوله ان هي جنسيتها مصرية وعاشت طول حياتها في السعودية، وعملت كمان في بعض البرامج الإخبارية في البداية، وكانت بالحجاب زي ما انتوا شايفين في الصورة دي. والصورة دي كمان برضو كانت بتقدم بعض البرامج لروتانا خليجية لبرنامج سيدتي. رانا كمان أشادت بالناس اللي وقفوا جنبها ودعموها علشان تبقى مذيعة وبعد كده تنتقل لمجال التمثيل. اتكلمت كمان عن عملية التجميل اللي عملتها في مناخيرها، لأنها كان عندها عظمة في المناخير وكان لابد من إجراء العملية دي، وكانت بتتكلم بمنتهى الثقة إن هي مش خجلانة أبدا من البوتوكس والفيلر اللي بتحطه، وكمان عملية تجميل الأنف. ودي كل المعلومات عن فنانتنا الجميلة رنا الشافعي. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. أشوفكم مرة تانية، باي باي.